مالك يا رحاب؟ مفيش، تعبانة شوية. في حاجة مضايقاكي؟ لا. يعني مفيش خبر كده جالك في التليفون زعلك ولا حاجة؟ هي بسمة بتقولك على كل اللي بيحصل هنا ولا ايه؟ الحاجات المهمة بس، بعد ما تظلميش البت دي. هي بس كانت قلقانة عليكي وعايزة تطمن. غلبانة. ايه اللي مضايقك بقى؟ سيد اتجوز عليا يا رحيم. وسكت يا رحاب، ما قلتليش ليه؟ هو مش انا اخوكي برضو؟ لو ما كنتيش تقولي لي انا هتقولي لمين؟ انا عارف انك لسه بتحبيه وده اللي واجعك قوي. لولا كده انا كنت طلعتك منه اول ما خرجت من السجن بعد اللي عمله ده. المهم دلوقتي انت لسه باقي عليه ولا لا؟ لان ردك ده هيفرق كتير قوي في اللي انا اعمله. انت عارف سيد اتجوز عليا ليه؟ ليه؟ عشان ينتقم منك. مني انا؟ ايوه يا رحيم، عايز يذل اختك، عايز يقولك زي ما قهرت قلبي على القصر والمركب انا كمان هقهر قلب اختك. فهمت؟ بقيت انا السبب دلوقتي عشان رجعت حقي اللي اتاخد مني بعد ما اتسجنت؟ ماشي يا رحاب، شوفي انت ايه اللي يرضيك وانا اعمله. لو بتحبني يا رحيم ما تعملش اي حاجه وما تجيبش سيره لاي حد، سيبني انا اللي اتصرف عشان خاطري. انا لو عليا عايز افعصه برجلي، بس ما دام انتي عايزاه ما اقدرش افتح بوقي. هو ده؟ ايوه هو. ولو ما طلعش هو؟ برقبتي. برقبتك انت اللي قلت؟ ها الو يا باشا، ازيك؟ وحشني والله. ازيك يا باشا؟ بقولك ايه، عندي معلومه مش اكيده كده يعني عن شحن سلاح كبيره. اه يا باشا، اه عايزك تاكد لي المعلومه دي قبل ما نتخذ اللازم. تمام قوي جدا، ماشي، ابعت لك كل التفاصيل. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل اتفضل. انت اللي قلت حلمي، ها؟ اتفضل. عماد صباح الخير. ما بحبش الورد. عماد اظن انا فهمتك كويس قوي ان اللي بينا انتهى، صح؟ ما انا كنت فاهم كده بصراحه. اول ما براءتك بانت توقعت ان انت ورحيم هتتجوزوا، بس استنيت كده ما لقيتش لا في دبلة في اليمين ولا في الشمال ولا حتى محبس فضة، فقلت كده يبقى في حاجة من الاتنين، يا إما قلبك حن وعرفتي إن راحتك مع عمدة، يا إما في حد تالت يا خلبوصة. في أو مفيش مالكش دعوة، وأنا استحالة ألاقي روحتي معاك تاني لو كنت آخر راجل في الدنيا، خصوصا بعد ما بلغت عني البوليس وكنت هتدخلني السجن. على فكره هم وصلوا لك من مكالمه ماما. يا راجل، كان ممكن اصدقك لو كان دي اول مره اكلم فيها ماما، بس دي تاني مره واول مره ما حصلش حاجه. مش يمكن اول مره ما لحقوش يوصلوا لك؟ اه
كده ولا كده يا عماد، اللي بيننا خلاص انتهى. طيب لو خسرنا بعضك يا حبايب، ممكن ما نخسرش بعضك أصدقاء. أنا كل اللي محتاجه أجيلك وأحكيلك زي زمان. كان في حاجات تافهة صحيح بنقعد نتكلم فيها، بس كانت بتساعدنا. وأنا كل اللي عايزه نبقى أصدقاء بس. وعدك إن أنا مش هضايقك خالص. كل إنسان بيبقى عنده حاجات كده بيخبيها عن أقرب الناس ليه، بس بيحكيها لأصحابه. عشان كده ربنا عمل الصحاب. وأنا أوعدك إن هبقى صديق وبس. مش هعمل أي حاجة تضايقك، ومش هجبرك تقولي أي حاجة. اللي أنت عايزاه أنا موافق عليه. وأوعدك مش هشوفي غير صديق بيحبك بعد كده. زياد 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 يا ابني، هربتك ايه؟ ايه ده، انتوا قافشين على بعض ولا ايه؟ الحق زياد وريم قافشين على بعض، هتبقى فرصتك دي يا معلم. فكك منهم وانسى الحوار ده خالص. وانت من امتى يا معلم بنسيب حته تعدي من تحت ايدك؟ هو في ايه يا جدعان؟ محوره راح لحاله، انسوه بقى. ماشي. ازيكم يا اولاد؟ تمام الحمد لله. ايه اخبار المحاضرات؟ كويسه. من فضلك ممكن استعمل موبايلك؟ لان موبايلي فصل، عايز اعمل مكالمه. مفيش مشاكل، اتفضل. شكرا. مين ده؟ مش عارف، شكله دكتور جديد في الجامعه. ايوه زياد. انا مش زياد. امال انت مين؟ فين زياد؟ جرى له حاجه؟ زياد بخير، بس احنا حبينا نصبح عليك ونقول لك ان مفيش حد بعيد عندنا. قدامك اسبوع، لو الفلوس ما جاتش هتقول له واحد. انتوا مين؟ لما تجيب الفلوس هتعرف. طب افرض جبت الفلوس، هوصل لكم ازاي؟ ايوه اهو كده بدانا في اسئله مهمه. هبعت لك رقم حساب بره تحول لي عليه المبلغ. ما تخلينيش اتصل بيك تاني، لان المكالمه الجايه هتبقى البقاء لله. عارف لو حد مس شعره مز... معلش يا حبيبي، موبايلك فصل فجاه. اشكرك جدا، شكرا. عارف ايه اللي فصل ده؟ معرفش هفتحه. رقم المطلوب مغلق او غير متاح. رقم المطلوب مغلق او غير متاح. ابعت رقم واحد لشمال الميني. ايه ده؟ ده مكلم رحيم. ايه؟ رحيم؟ ازاي يعني؟ معرفش. الو الو. ايوه زياد، انت كويس؟ انا كويس. مين اللي كان بيكلمني من تليفونك ده؟ معرفش. هو جنبك؟ لا، اداني التليفون واختفى. وانت بتدي موبايلك لاي حد كده؟